الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال خبراء اقتصاديون إن مسوغ بقاء سعر صرف الدينار على ما هو عليه أمام الدولار انتفى بعد تعافي أسعار النفط وتخطيها عتبة 75 دولارا للبرميل. وأضاف الخبراء أن سعر النفط يعتمد على سياسة السعر الثابت غير مرتبط بالاقتصاد العالمي، مبينين أن واجب السياسة النقدية الصرفة هي الحفاظ على الاستقرار ومحاولة تحفيز المؤشرات الاقتصادية. وأضافوا أن البنك المركزي هو المسؤول الأول عن السياسة النقدية بالشراكة مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والمجالس الاقتصادية، وعليها إعادة النظر بسعر صرف الدولار، خصوصا وأن هذا التغيير أتى بناء على متطلبات عجز الحكومة في سنة 2020. وفي إطار استمرار الفساد الحكومي في المشاريع، قال النائب حيدر شيخان إن المخصصات المالية للمشاريع المتلكئة في محافظة القادسية سترحل وتدور إلى موازنة العام 2022. وأكد النائب شيخان أن محافظة القادسية تعاني من ارتفاع معدلات الفقر وانهيار الخدمات وتوقف العديد من المشاريع بسبب الفساد المالي، مشيرا إلى ضرورة قيام الحكومة بالعمل بجدية على إنعاش المشاريع الخدمية وإنقاذ المحافظة. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في العراق أن عدد مشتركي الهاتف النقال بلغ أكثر من 39 مليون مشترك خلال عام 2020. وقال الجهاز إن الكثافة الهاتفية لتلك الهواتف بلغت أكثر من 97 هاتفا لكل 100 شخص، مبين بينما أكد الجهاز أن عدد خطوط الهاتف الأرضي في جميع المحافظات لعام 2020 بلغ أكثر من 2 مليون خط، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2% عن العام 2019. أظهرت بيانات التداول في البورصات أن سعر برميل النفط خام برنت تجاوز حدود 89 دولارا لأول مرة خلال السنوات السبع الأخيرة، أي منذ عام 2014. وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر آذار لخام برنت بنسبة 0.60% إلى 89 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لشهر آذار لخام تكساس بنسبة 1.80% إلى 86 دولارا. وبدءا من العام الماضي خفضت أوبك بلس الإنتاج بمقدار 9 ملايين برميل يوميا بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا، ومع استقرار الوضع في السوق تم تعديل شروط الاتفاقية. وهذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.